فما سمعه من دون تاريخ العرب نقله إلينا وقبلناه كما هو. قال الله جل وعلا هنا: إن أحد الشريكين يقول لداود عليه السلام: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني أي غلبني في الخطاب. فماذا كان حكم داود؟ قال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن السؤال هنا قول داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فهم بعض العلماء أن داود عليه السلام لم يسمع من الشريك الثاني كيف يدافع عن نفسه، وأنه تعجل في الحكم فحكم قبل أن يسمع من الآخر، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجته إلى نعاجك. والقائلون بهذا القول بنوا عليه أن داود بعد ذلك استغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهذا تغييب لما يسمى في القرآن بإيجاز الحذف، وتغييب لأصل كبير. والأصل العظيم هنا أنه لا يظن بنبي الله عليه السلام أن يعمد إلى الحكم مباشرة دون أن يسمع من الآخر، فإن هذا في الغالب، ولا نجزم والعلم عند الله، في الغالب لا يغيب عن فقه ولا عن رأي ولا عن حكم ولا أمانة أقل القضاة شأنا، فلا يكاد يجهله أحد. ومن الصعب جدا نسبته إلى نبي الله جل وعلا داود. وبعض من العلماء الذين تبنوا هذا الرأي أن لا ينسب هذا الأمر إلى نبي الله داود العلامة بن سعدي رحمه الله، وبه أقول والعلم عند الله. لكن الذي يظهر أن الآخر تكلم، ففي القرآن إيجاز حذف، فبعد أن سمع داود من الخصمين حكم، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، أي بطلبه منك أن تضم نعجتك إلى نعاجه. ثم قال داود: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الأصل في الشركاء كما قال الله هنا أن يبغي بعضهم على بعض. هنا اعذرني أيها السامع الكريم والمشاهد البر أن نقول في ثقافتنا الحياتية اليوم يقول بعض عقلاء العامة، وكم في العامة والحمد لله من عقلاء، يقولون 3 أحرف تسمى حروف شوك لا يقبلها أو لا يقبل العاقل أن يأتيها. هذه الأحرف: الشين والواو والكاف، الشراكة والوكالة والكفالة. فأكثر ما يسبب الخصومة بين الناس إما شراكة وإما وكالة وإما كفالة. ولو أمعنت النظر في حياة الناس الطبيعية لوجدت هذا بينا ظاهرا لا يحتاج إلى برهان. وهنا قال نبي الله كما حكى الله عنه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن النفس البشرية مجبولة على الظلم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وقد قيل: فلعلة لا يظلم، والنفس من والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة فلعلة لا يظلم، ذا عفة فلعلة لا يظلم، فإن وجدت رجلا متلبسا بالعفاف لا يظلم فلعلة لا يظلم. والعلة الحق في عدم الظلم غالبا التقوى، أو خوفا ممن هو أعلى منك من سلاطين وغيرهم. نعود للآية. فداود يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك أن أهل الإيمان والعمل الصالح يمنعهم إيمانهم وتقواهم لربهم أن يظلموا شركاءهم. ثم قال داود مستدركا استدراكا آخر: وقليل ما هم، أي هذا الضرب من الناس قليل، ودائما أهل الفضل قليل. قال المتنبي: إن النفيس غريب حيثما كان، إن النفيس غريب حيثما كان، وقليل ما هم. ثم قال الله، وهذا عود على بدء: وظن داود أن ما فتناه،
فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا توبة لنبي ظاهرة، فالله يقول خر راكعا وأناب، لكن ما الذي جعل داود يتوب ويستغفر؟ نعود للبدء. قلنا في الأول إن الغالب أن هذين الخصمين دخل على داود في غير وقت حكومته ومن غير باب غرفته التي هي محرابه. هذان السببان جعل داود يظن بهما سوءا، ويقع في قلبه شيء من التهمة لهما. فلما تبين له أنهما مجرد خصمين يسألان ويحتكمان إليه، ندم على ما كان منه من سوء الظن بهما، فيصبح قول الله جل وعلا وظن داود أن ما فتناه، أي تبين لداود عليه السلام أن ما فتناه أي ابتليناه بدخول هذين الخصمين، وقد قيل إنهما ملكان عليه، فنجم في قلبه لدخولهما في غير وقت حكومته من غير باب غرفته التهمة لهما. على هذا يصبح الأمر الذي وقع من داود لا يمكن أن يصنف في الكبائر، ولا يمكن أن يجعل من الصغائر، فهذا أمر قلبي من الخواطر والعوارض والنزغات التي تأتي عرضا ولا يكاد يسلم منها أحد ولا حتى الأنبياء. فلا نقول هنا أن داود ارتكب شيئا من الذنوب، لا صغيرها ولا كبيرها، لكن بتأدب مع أنبياء الله نقول إنه فعل خلاف الأولى. قال الله جل وعلا وظن داود أن ما فتناه، لكن المؤمن إن وقعت منه الخطأ أو وقع منه خلاف الأولى كما هو حال أنبياء الله العظام، إنما يبادرون ويسارعون إلى التوبة والاستغفار، ولا يرضون لأنفسهم البقاء على هذا الحال. فقال الله جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اتفقوا على أنه سجد، لكن اختلفوا لماذا عبر باللفظ خر راكعا. فقال بعضهم إن الركوع يطلق أحيانا على السجود، وقال بعضهم إنه كان قائما فالركوع يصبح أول أحوال السجود. وعلى العموم ظاهر الأمر أنه سجد، وهذه سجدة نبي، والله تبارك وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. من هنا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الموضع في القرآن من مواضع السجود. قال الله جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، بيان لمنة الله جل وعلا على داود. فغفرنا له ذلك، أي ذلك الأمر الذي كان منه وهو خلاف الأولى. وحتى لا يتوهم أن هذا الأمر الذي وقع من داود يجعل له من تعجيلا، أن هذا الغفران من الله لداود يكون به تعجيل طيباته في الحياة الدنيا، قال الله ليقطع السبل على نزغات الشيطان، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالآخرة موعده، والجنة مرتعه، ورضواننا حال عليه، فله عندنا أعلى المنازل وأرفع الدرجات. ولو كان منه ذلك الأمر، فإن الرب تبارك وتعالى أكرم وأجل وأعظم من أن يغفر ذنبا ثم يحاسب عليه، هذا يتنافى مع الغفران. هذا أيها المبارك النور الذي اقتبسناه من قول الله جل وعلا في عن نبيه داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود أفزع منهم. ونرجو الله جل وعلا أن نلتقي في لقاء قريب مع هدي آخر من نور مشكاة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك بعفوه وعافيته. هذا ما تيسر إراده وتحرر إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.